سيدي كنعانيو من هذا الشيء ديال الزناقي، من ناحيه الزناقي كاين الحفاري، كاين الطريق كلها خاسره. الا كتعطي انا لومبيلانس جات ما تدخل على حساب تمر حامله ولا على حساب الدري مريض ولا شي حاجه، ما كاينش من غادي يدخل، ما كاينش من غادي يدخل. وثاني حاجه الا كانت الشتا داخله فوق الامطار تتكون الشتا داخله، بحال يعني حنا ما كيخرجوش عندنا الدراري، الدري خاصك تضطر كل واحد تشري ليه البوط ديالو، كل واحد تشري ليه هادشي ديال الصباطه ديال الميكا. وهادشي هادو هما الحوايج اللي كنعانيو منهم حنايا. وهادشي ديال الخناز، وهادشي راك شتي دابا راك صورتي هادشي ديال الخناز اللي كتشوف، مرا كتغسل الدجاجه كتطلق الريش تطلق كلشي، كلشي كينزل. الدري الصغير كيلعب في هادشي ديال الغيس، كنعانيو من هادشي ديال الشني ولا الحبوب، الدراري كلشي ولا عندنا كلشي مريض. واحد الدوار تنعانيو من الزناقي، عندنا مكرفسين بزاف، عندنا الزناقي مكرفسين بزاف، وعندنا التهمش شويه في سميتو في الزناقي، راه عندنا شويه الزناقي مسدودات، وتنعيشو في هادشي ديال الخنز وسميتو. راكم عارفين دابا الحاله ديال الدوار فاش تيكون مهمش شويه، تيكون شويه ديال الخنز، تيكون شويه حاشاكم ديال اللي هي خايبه كاع تكون فيه. وبغينا من الله ومنكم هادشي يتنقى علينا، ما يبقاش عندنا هاد المشاكل وهاد، راه حنا محنين بزاف تنعانيو بزاف. بالنسبه للمشكل ديال الطبليط، حنا ملي كنا كنديروا الحمله الانتخابيه درنا بورت ابورت، وعدنا هذوك الناس الا خدينا المجلس غنديروا لهم، لان انا مشيت لتما وكانت الشتا كطيح، يعني الانسان في واحد الحاله يرتلها. دابا كان قادوا في الصفقه، دابا غادي تلاحق غد اليوم ولا غدا ان شاء الله غادي تلونصف البوابه ديال لي مارشي، ومشينا عبرنا لهم هذوك الزناقي، غادي نديروا لهم الطبليط الزناقي ان شاء الله، غادي نديروا لهم 4 متر ديال الطبليط في الزناقي ان شاء الله، وغادي يولي هذاك الدوير غادي يولي نقي ان شاء الله. الصرف الصحي ما عندناش القدره ديال الصرف الصحي اللي كاين، هو غادي ملي غادي نديروا لهم الطبليط الازقه، كاين هذاك واحد الواد سميتو زمكيل، راه جاي من غرم الاعلام ودايز على دوار عثمان، هو الحدود بينه وبين سمكات، ودايز على ايتم خالت، ودايز على زمكيل، وتيصب في مربيع، غادي يكون مؤقتا. ريتما لان احنا كتبنا النهار اللي دارت هذه المحطه ديال التصفيه ديال قصب التادله، هو ان السيد الوالي اقترح على الناس ديال المكتب الشريف الفوسفات انهم يديروا الجامعه ديال القطايه خاصها تستافد، لان هذيك المحطه ديال التصفيه ديال المياه العادمه ديال قصب التادلات دارت في التراب ديال الجامعه ديال القطايه. وكاين دابا المشروع كيتدرس ان يدار واحد الكانال يجي من ايت علي، يجمع من دوار عثمان ايت الوالي ايت سماحه سميتو، يجي لهنا الرومبوان ديال الكامون، وواحد الكانال يجي من هنا من جهه الفيرما ديال الاميره، من هنا يجمع هاد لابارتي الاخرى اللي بقات ديال سميتو، وغادي يهبط من هنا لجهه المحطه ديال الصفيه اللي دار اللي كدار دابا على حساب قصب التادله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.